عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد التحلية أولا ديسير كيجي زوين بزاف في الشكل وفي المذاق، إن شاء الله يعجبكم، اللي هو باناكوتا بالشوكولا. إلا كانت هذه أول مرة كتشوفوا فيها القناة، كنتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات اللي كنزل. دعموني باللايك ديالكم وما تنساوش تخليوا ليا تعليق باش نعرف الراي ديالكم في الوصفه اللي كنزل. لتحضير الباناكوتا بالشوكولا هنا كنحتاج 4 الوراق ديال الجيلاتين، هانتوما خديتهم وحطيتهم في هذا الماء بارد هذا باش يطلقوا ليا مزيان. عندي هنايا كاس معمرش ديال السكر سنيده، كاس ديال القشده السائله ولا القشده الطريه اولا لا كريم فريش، كل واحد باش كيعرفها. هنايا هاد الكاس تقريبا واحد 20 سنتيلتر، نفس الكميه ديال لا كريم فريش غناخذها حليب. يعني هنايا عندي 20 سنتيلتر ديال لا كريم فريش وهنايا 20 سنتيلتر ديال الحليب، حليب اللي خرج لي هنايا كاس جوج كيسان الا ربع، وكميه من الشوكولا كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. خديت انايا هاد الشوكولات المربع، هانتوما هادي هي الكميه اللي خديت. وندوزو ان شاء الله نشوفو طريقه التحضير. الطريقه راها بسيطه بزاف، غناخد كاسرونه اللي غنوضعها فوق البوطه وغنخوي فيها الحليب ولا كريم فريش، هانتوما غنضيف عليها السكر، غنحرك وغنخليهم حتى يسخنوا مزيان. هانتوما من بعد ما كيسخن ليا الحليب ولا كريم مزيان غادي نبدا نوضع فيهم داك الشوكولا باش يذوب وسط منهم. خصني يكون الشوكولا نوعيه جيده باش كيطلق ديك المروره ديالو وكيطلع هذاك المذاق مع لا كريم فريش، كيجي زوين بزاف. هانتوما كنبقى نستمر هكا في التحرك حتى كيتخلطوا مزيان. من بعد ما كتذوب ليا الشوكولات كنطفي البوطه وكناخذ هذيك الجيلاتين اللي كتكون طلقات في الماء مزيان، كنحيدها من الماء وكنعصرها مزيان حتى كنحيد منها هذاك الماء، وكنحطها وسط من الخليط وكنحرك، ما نخليوش العافيه شاعله على الجيلاتين. لحقتها الجيلاتين ما كت يعني ما خصناش نديروها فوق من العافيه، الا فاتت دازت ليها العافيه بزاف كتحرق ما باقي كتشد لينا والو. هنا من بعد ما الخليط ديالي كيتحرك وتيتجانس كله، من بعد ما خلطته مزيان ودابوا ليا كاع العناصر مع لا كريم ومع الحليب كما كتشوفوا، هنا غادي نخليه شي شويه حتى يدفى. انا اختاريت هذا المول هذا ديال السيليكون فاش غنحطو، وغندير في هادو. ممكن ديروهم في اي مول بغيتو، ممكن ديروهم في مول كبير يكونوا فردي يكون يعني عائلي، ولا ديروهم هكا فردين. ممكن ديروهم ايضا في لي مول ديال فلون، ممكن ديروهم في زليفات، ممكن ديروهم في كويسات، يعني كلهم تيجيو مزيانين. هنا غنخلي الخليط حتى يدفى شي شويه وغنحطو في هاد لي مول هادو. وهنايا من بعد ما كيدفى ليا الخليط ديالي دابا غادي نبدا نخويه في هاد لي مول ونوضعو في الثلاجه حتى كيبان ليا راه عقد مزيان وشد راسو مزيان. هنايا الباناكوتا ديالي من بعد ما خليتها حتى بردات مزيان في الثلاجه وعقدات، هانتوما كما كتشوفوا تيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، تيجيو راقيين في المنظر، في المذاق ايضا تيجيو زوينين بزاف. هانتوما شوف كي كيجيو تيجيو زوينين بزاف.
تنتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. الا كانت هذه اول زياره لكم للقناه تنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو في فيديو جاي ووصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.